عشان كده دايما قبل ما الإنسان يحط أهدافه لازم يكون فاهم إن أنا عندي رسالة، الرسالة دي معناها إن أنا جاي إلى الأرض عشان أنشر أكبر قيمة ممكنة. كل ما نشرت أكبر قيمة ممكنة كل ما كنت سعيد مستمتع أكتر وعشت النعيم حقيقة. القيمة دي معناها إن أنا عندي مواهب ربنا ادهالي أنا متفرد بيها ومتميز فيها، لو أدركت المواهب دي هقدر أحقق القيمة دي. المفاجأة بقى إن رزقي وسعادتي وصحتي ونعيمي معتمد على أكبر عدد هياخد القيمة دي مني. يعني أوكي. أنا النهاردة لو القيمة بتاعتي قيمة الإبراء أو الشفاء وبدأت أفكر هلاقيني عندي موهبة مثلا في العمليات النادرة، فكل ما أفيد وأعمل عمليات نادرة للناس كل ما الناس عرفتني كل ما كسبت كويس. لما أتميز هبقى أشهر دكتور في المجال وأكتر حد غني في الحتة دي على حسب القيم اللي اديتها للبشر وهبقى سعيد.